دخلنا في مرحلة الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة، ويستمر هذا التنازل لمدة 90 يوما تقريبا، ومع دخول النجم الثاني من نجوم المربعانية تستقر على الدرجات الأخفض في السنة بين الشدة والارتخاء، وتظل تعزف على هذا الوتر لمدة شهرين ديسمبر ويناير. وأهالينا يستدلون على هذا التنازل باخضرار أوراق الأشجار من الجهة الجنوبية بسبب هبوب الرياح الجنوبية الرطبة، ويسمى هذا الموسم عندهم بموسم صفري اصفرار الأجساد من كثرة الأمراض، وشدة البرد التالية له تسمى بموسم الزيرق لزرقة الأجساد من شدة البرد، وعندما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجدداً تسمى بموسم الحمر لحمرة وجه السماء، ذكراً بردشتة عصر مضى زهرة الدنيا وجنات النعيم، إذا عتمنا الشبط وحمر السماء هن عند أهلنا مثل أيام الحميم. والعرب سكان صحراء قائضة ذات حرارة دائمة طوال موسم الصيف، ومع دخول موسم السهيل يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة، وهذا ما جعلهم يستبشرون ويتغنون عند رؤية السهيل: يا سهيل يا الجنوبي بردك يجي نسناس، قلبي يحب الطيب لو من بعيد الناس، يا زين مشية خلي بل حنة. والمقاس